لسحب الثقة من الحكومة. نعم. هذا متأخرة سلوك سياسي جداً. أولاً يعني اسمح لي، أنا بحبش أهاجم لا كتل ليست ولا مهاجم، هو انتقاد بناء يا دكتور، ولكن ليست مهاجم سياسي حازم أحزاب وكتل، ولكن يعني أنا مضطرة أحكي إن كتلة الإصلاح خيبت ظنوننا بشكل حاد. يعني هذه الكتلة اللي دخلت باعتبارها تمثل المعارضة في غياب المعارضة الأخرى، إحنا صح. كلنا غبنا عن المشهد، ولا شخصية معارضة رجعت لهذا المجلس، لا أنا لا عساف لا علي لا هند، كل الشخوص اللي كانت رافعة يعني أو حاملة قصة المعارضة لم تعد إلى مجلس النواب الثامن عشر. نعم. مين اللي استبدلونا؟ استبدلونا جماعة الإصلاح، أدائهم في منتهى التواضع، أدائهم ما بديش أحكي أكثر من هيك لأنهم أصدقاء لإلي على صعيد شخصي، بعضهم أصدقاء لإلي، ولكن أدائهم لا يرقى لا إلى تاريخهم السياسي كحزب ولا إلى تاريخهم الاجتماعي كجماعة للإخوان المسلمين، ولا يرقى حتى إلى مستوى نواب أفراد بزوهم في أدائهم تحت القبة وهم أفراد وليسوا حزبيين، وقدموا شغل وتأثير في المجلس سواء هذا المجلس أو المجالس السابقة أضعاف أضعاف ما قدموا. هلأ أنا ألتمس لهم العذر لأنه بعض العوامل هي عوامل خارجية، هنالك يعني ما بدناش ندخل في التفاصيل. لو كانت عوامل خارجية كان حجبوه يا دكتورة، ما بدناش لا 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 لا، هلأ بدنا نعرف. يعني أنا بقول هذا ليس سلوكا سياسيا صديقي، مش بس مش سلوك سياسي، أنا بحكي لك سلوك مخيب للأمال، سلوك في مصالح شخصية بتتدخل في الموضوع، مصالح حزبية تتدخل في الموضوع، حسابات ليست عادة أو غالبا هي حسابات المواطن وإنما هي حسابات الحزب، بمعنى أنه إحنا عشان نحافظ على الحزب ما بدنا إياه يتعرض للاضطهاد، ما بدنا الحركة تقمع مثل ما قمعت في دول أخرى، في هجمة علينا من الأمريكان، في هجمة من كذا، إذا بدنا نرجع نأخذ خطوة للخلف تنظيم على حساب مواطننا خطوة الأردن. للخلف تنظيم، وغابت المعارضة الوطنية كلها، حضرهم وغابت المعارضة الوطنية، ده يعني تعبير جميل. وهذه هي النتيجة، الآن الشعب الأردني بدفع ثمن غياب رموز المعارضة الوطنية المستقلة وحضور المعارضة الإسلامية وحدها منفردة بالمشهد، وهي عم بتشوف الانتقادات. يعني أبو فراس بقول لك في مصالح شخصية، في اتفاقيات.